السلام عليكم، تحية لمشاهدين هذه القناة. كيفية العناية بالمسطح الأخضر في الحديقة منزلك؟ وهو من العمليات التي تؤثر على نمو المسطح الأخضر بشكل مباشر، وتظهر المسطح جماله ورونقه، حيث تساعد العملية القص على تكوين مسطح أخضر وجميل ومتناسق، حيث تدفع النباتات إلى النمو إلى الأفق، بما يساعد على زيادة كثافة المسطح الأخضر. ومن أهم الأمور يجب مراعاة الآتي، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا أعجابكم بالفيديو، وأن تشاركوا في القناة، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يجب قبل أن نبدأ في الحصاد أن تكون شفرة الماكينة الحصاد على المحرك الكهرباء أو الوقود أن تكون حادة، وهذه الماكينة مزودة بشفرة واحدة تتحرك بشكل مروحي. والمقصود هنا أن الشفرة القص تتحرك بشكل دائري فوق مسطح الأخضر. مميزاتها تستطيع قص ذوي الارتفاعات العالية والأعشاب الرطبة، كما أن يجب تنظيف الماكينة بعد كل قص، ويفضل رشها بالزيت الصدى وعمل صيانة للشفرة كما تشاهدون في هذا المشهد. من الضروري أن يتم إزالة الحشائش الغريبة من المسطح الأخضر وبصفة مستمرة، وخاصة قبل عملية القص، لحد من انتشارها وعدم ترك مجال لتكوين الأزهار والبذور. يتم قص بخطوط مستقيمة منتظمة، ويفضل إجراء القص باتجاهين مختلفين للحصول على نسبة قص أفضل. وماكينة الحصاد التي تعمل بالكهرباء أو التي تعمل بالمحرك الوقود تعطي جودة القص أفضل من الحصاد اليدوي الذي لا تعطي جودة قص عالية.
تتم عملية الحصاد في فترة المساء، ويكون المسطح جاف غير رطب عند استعمال الحصاد اليدوي. ويفضل إذا أنت استخدمت الماكينة التي تعمل بالكهرباء أو بالمحرك الوقود أن يكون المسطح الأخضر رطبا، أي يتم سقايته من قبل بدء الحصاد. ولكن من العيب المسطح الأخضر الجاف عند القص بالماكينات يسبب غبار، وهذا قد يصعب العمل في هذه الأجواء. تنظيم فترة بين الحصاد، ويفضل أن يتم الحصاد في فترة بداية الربيع ومنتصف الربيع مرتين أسبوعيا على حسب معدل النمو، وبالتالي عدم إعطاء فرصة للظهور نمو الأعشاب داخل المسطح. مع الملاحظة يمكن فقط تركه ينمو في الطول في بداية الصيف بحيث يزهر، ويمكن أن تحصل على البذور لاستعمالها لتقوية الفراغات بالمسطح الأخضر في فترة بداية الربيع الثاني. مع زيادة في الرعاية والعناية بالمسطح، لا يتم إزالة أكثر من ثلث ارتفاع المسطح الأخضر أثناء عملية القص، حتى لا يحدث خلل في الشكل المسطح الأخضر، بمعنى إذ كان الغرض وهو الحفاظ على الارتفاع المسطح الأخضر على ارتفاع 4 سنتي، وكلما وصل الارتفاع المسطح الأخضر إلى 6 سنتي يتم إجراء الحصاد بمستوى القص 4 سنتي، وبقاء دائما على هذا الارتفاع، وهذا يعطي للمسطح جمال ورونق جميل. وجمع المخلفات القص الناتجة عن الحصاد يجب التخلص منها، وأيضا ضرورة القص على فترات منتظمة، كما يفضل تشغيل السقاية والري بعد القص ونظافة المسطح من المخلفات، ويفضل قص حواف المسطح. ونتيجة لهذه الأعمال سيظهر اصفرار طبيعي على المسطح الأخضر لفترة قصيرة، ويعود بعدها إلى لونه الطبيعي.
ويتكون السماد بالرموز الـ NPK الرمز الـ N وهو النيتروجين، وفوائده يزيد من النمو الورق والأفرع، والرمز B وهو الفسفور ويشجع على النمو الجذور ويبقى قوية وصحيحة، والرمز K وهو البوتاسيوم ويشجع على النمو الأزهار والثمار. وفي نهاية الشتاء وفي بداية فصل الربيع يتم استخدام أسمدة تحتوي على نسبة عالية من النيتروجين مع مراعاة عدم استخدامها في الأيام المشمسة الحارة. التسميد وهو من الأمور المهمة التي يحتاجها المسطح الأخضر لتوفير العناصر الغذائية ليساعد على النمو والتجانس وكثافة واللون المسطح، حيث يتم تسميد حسب الاحتياجات النوع والصنف المزروع، وبشكل عام يتم تسميد مرة كل أسبوعين مع المراعاة احتياجات المسطح للعناصر الصغرى، حيث يتم تسميده بالعناصر الصغرى ويتم إضافة الأسماء سواء بطريقة النتر اليدوي أو عن طريق إضافته إلى المياه الري. عندما تتعرض المسطحات الخضراء للدهس المستمر تصبح التربة سيئة التهوية ويتسبب في حدوث إعاقة النمو الجذور وانتشارها في التربة، لذا نلجأ للتهوية التربة بأجهزة ميكانيكية خاصة، فهي عبارة عن أصابع معدنية مجوفة. طريقة الري السطحي، وهي بطريقة الغمر باستخدام الخرطوم الماء، لأنه طريقة غير مرغوب بها نظرا لاستهلاك كميات كبيرة من الماء بما يضر بالمسطح الأخضر. الري تحت السطح من أهم عيوبه انسداد الفتحات عندما استعمال المياه الغير نظيفة، وهو من الأنظمة ذات الصيانة عالية المرتفعة التكاليف. ومن أهم مميزاته أن نسبة فقدان المياه عن طريق التبخير بواسطة الرشاشات المتنقلة، حسن التوزيع المياه وكفاءتها جيدة. ومن عيوبها يحتاج فترة زمنية محدودة، ويتم تغيير المكان الرشاشات المتنقلة إلى مكان آخر، وهذا يحتاج إلى شخص متواجد في المكان الري، ويحقق وفرة كبيرة مميزاته في كمية المياه المستخدمة بمقارنة بالري المغمور بواسطة الرشاشات الثابتة. ويفضل استخدام الرشاشات الثابتة لما تضمنه من حسن توزيع المياه وكفاءتها عالية. ومن عيوبها ارتفاع ثمنها عند تجهيزها وصيانتها مقارنة مع الرشاش المتنقل. وبصفة عامة يجب لا يحتوي الماء المستخدم للري على التركيز عالي من الأملاح الدائبة، ويفضل لا يزيد تركيز الأملاح في مياه الري من 1000 إلى 1500 جزء في المليون. مقاومة الآفات الحشرات، تنقسم الحشرات التي تصيب المسطحات إلى 3 مجموعات. حشرات تعيش تحت السطح التربة وتتغذى الحشرات أو اليرقات على جذور النباتات، وتظهر أعراض الإصابة بعد أن يقع الضرر للمسطح على شكل منطقة جافة جرداء وميتة. حشرات القارضة تتغذى يرقاتها على الأوراق أثناء الليل،
وتظهر الثقوب بالأوراق وموت السيقان، وكذلك تظهر مساحات ميتة بنية اللون من المسطح يشبه النبات الجاف. حشرات ماصة للعصارة، تمتص العصارة النبات مثل الحشرة القشرية حيث يضعف النبات ويموت. وتعتبر الديدان القارضة واليرقات والخنفس هي من أهم الآفات الحشرية التي تصيب المسطحات الخضراء. وبعض الآفات الحشرية التي تسبب أضرار للمسطح الأخضر، ويستخدم أثناء الرش المكان المصاب بالأدوية مبيدات الحشرية مثل الأنيت أو السيليكرون لمقاومته، ويفضل إجراء الرش بعد غروب الشمس. نرجو منكم الاشتراك في هذه القناة ليصلكم كل جديد وتفعيل الجرس، وسوف تجدون أسفل الرابط الصفحة لهذه القناة، ولكم الشكر.